واو واو واو. هذا الصحن هو اللي هو اللي قطع شباب جدة كلياتهم. البيك في إشي بسبب الإدمان، في 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 ما حد يحاول ينكر لو سمحتوا. راس تيس مش راس خروف، هاي صعب الجملة شوي. هلا والله، حلقة اليوم راح تكون من جدة السعودية. أنا هنا في ملعب الجوهرة قاعد بحضر مباراة الأهلي والهلال. صراحة أجواء حتى أحلى من حماس أكثر من مباراة حضرتها في دوريات أوروبية في ستاديومز أوروبية. المهم، أول شغلة اللي ما حضر الحلقة الماضية اللي صارت من صورناها في جنوب السعودية روح يحضرها. الثاني شغلة هو أنه أترككم الحين مع الحلقة. أنا بتصير أزكى من البيبسي، أزكى من الميرندا، أزكى من أي شيء. الحين نيجي لصحن التقطيع. هذا الصحن هو اللي هو اللي قطع شباب جدة كلياتهم. هذا الصحن اللي يعني كل ما أحكي لحدا من جدة إيش أكل، افطر تقطيع، افطر تقطيع، حفطر تقطيع. تقطيع هي عبارة عن كبدة، كلاوي، قلوب وكرشات. يعني أنا كيف راح أكمل الحلقة اليوم بعد هذا الصحن؟ الله أعلم. قاعدة رقم 2 في الحياة، صحن التقطيع ما بنعصر عليه ليمون بالضبط، لانه صحن التقطيع مليان نكهات. صحن التقطيع فيه نكهات من هون لابو ظبي، الطراوي اللي في الكبده، السوائل اللي في الكلاوي، المضغه اللي في القلوب، الطعم اللي في الكرشات. حط عليه ليمون؟ لا، نصيحه مني لا. قاعده رقم 3 في الحياه، لما يزيد عندكم مرقه في صحن تحطوها على الصحن الاخير. شو ما يكون الصحن الاخير، معلش هسه انا الصحن الاخير اللي عندي هون هو صحن قلوب. ليش انا طالب صحن قلوب؟ لاني انا قلبي كبير، انا بحب بحب القلوب، بحب هاي الشغله عن جد. لا 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 لا، انا مش عارف اكمل الحلقه اليوم ولا لا. اللي بعده. الحين اجى وقت الاكل المش سعودي لكن بايادي سعوديه، يعني يكون مشروع او مطعم فاتحينه شباب سعوديين جابوا اكله من مكان ثاني في العالم، طبقوها هون بكونسبت جديد، بفكره حلوه. الناس عجبهم هذه الفكره، ما شاء الله المكان عليه كثير اقبال. شريمب اناتومي والسيستم هيك هون، فما حدش يستغرب. يعني الاشياء هي هيك بتنطبخ وهي بتتقدم في الاكياس، الواحد بكلها في هيك، بشيلها من الاكياس وبحطها قدامه. عشان هيك الحفله هاي، اللي ما حدش يضحك على شكلي بس لو سمحتوا. اول شيء طبعا بدنا نبدا فيه هو المحار. الفكره تقريبا متشابهه في طبخ الاشياء، اللي هي انه كيف تنطبخ في يعني في الصوص تبعتها، وبعدين بنزاد عليها كمان صوص بنحط في الكيس وتنلف وبتتقدم زي هيك في الكيس. هي هذا الكونسبت تبع المكان. بس حبه محار، يعني حبه محار، يعني مش حبه محار لهالقد، لا لا، محاره. نفوت في نيكست نيكست نيكست. الربيان. حلو في الموضوع انك قاعد بتاخذ حبه الربيان من وسط بحيره صوص، انطبخت اصلا في بحيره صوص، وهذا الكيس هيك مساعد انه حبه الربيان لحد ما توصل لتمك وهي قاعده بتنقط
من الصوص، الصوص هاي واصله لكل ثانيه في لكل ملي في الربيان. لوبستر ولا كراب؟ لوبستر ولا كراب؟ لوبستر ولا كراب؟ شوف كميه النكهه اللي جوا يا اخي، انا شايفه قاعد بسويها، قاعد بحط من بحط من الصوص اللي قاعد بنطبخ فيها، هو اصلا مطبوخ قاعد بحشي جوا اللوبستر نكهه. واخيرا نيجي للكراب اللي هو السلطعون، بيكون طبعا مقطع ومسلوق برضه في المي، بعدين بيرجع مره ثانيه بنحط في صلصه اللي هي زبده وثوم. طبعا كلنا بنعرف شو يعني زبده وثوم لما يصيروا مع بعض وينطبخوا مع بعض، ونحط عليهم إشي بحري، اي شيء هيك طالع من البحر مع زبده وثوم، خلاص انت خلصت يعني، ما فيش داعي لاي شيء ثاني صراحه. انا لما وصفوا لي المكان يعني قالوا لي هيك فكره جديده وكونسبت جديد، لا لا الموضوع اكبر من هيك، عن جد عن جد شاطرين صراحه. الاشياء زاكي خصوصا الاشياء الاصغر، المحار والشريمب خصوصا، هذا الشريمب اناتومي ثاني شغله اكلتها، واو عن جد بتاكلها بدك تخلص الصحن كامل لحالك. الحين نرجع للاكل السعودي التقليدي، وبدنا نضرب في الاشياء اللي يعني اللي في الصميم زي ما بيحكوا، رايح على البلد القديمه في مدينه جده، او مش رايح لحالي، رايحين على انا ومحمد. محمد طبعا يعني صديقي غني عن التعريف اللي عنده. محمد سيب تليفونك للحظه اذا فانا محمد صديقي طبعا هو مخدني هنا خبير اكل ما شاء الله في السعوديه وفي العالم كلياته، اللي عنده سناب شات خصوصا اللي في السعوديه بيعرفوا محمد كويس، انا ما بعرفوش فهو شخصي انا ايوه احط. طب شو رايكم هيك احط حسابي انا كمان نعمل سناب شات ولا فيش داعي؟ ضروري جدا تعمل سناب شات والله يا اخي كثير كل الناس بيسالون عن سنابك. طيب في حد حيخبطنا بعد شوي. المهم جايين على البلد القديمه في مدينه جده عشان نضرب الاشياء الصح المضبوطه اللي الناس يعني ايوه شوف شايفين هذا المنظر هذا احنا هيك مغامره هو هذا اللي جايين عشانه بالضبط. زمان 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 عند دجاج الماكينة ودجاج الشواية زي ما بسموهن. بس المكان أول شغلة الخلطة اللي بيستخدمها على الدجاج نفسه، لون الدجاج طالع بإحمرار تاني، إحمرار مختلف غير عن إنه بس دجاجة وبتتشوح. تاني شغلة وهي أهم شغلة بيستخدم دجاج صغير. حلاوة دجاج الماكينة دجاجة صغيرة عشان تتحمص وتحمر من برا طريقة صح، ما تكونش كتير ناشفة،
والدجاجة من جوا برضو تكون مستوية. بعدين بعد ما يطلعوا الدجاجة من السيخ تبعها هذا اللي بتكون بتلف عليه، برشوا عليها الخلطة، هاي الخلطة السرية تبعتهم طبعا، بيحكوا شو هي الخلطة وشوية توم. فمنظر الدجاج غير عن دجاج الماكينة. وأهم شغلة في الموضوع هو الحشوة، يعني دجاج ماكينة محشي بصل وتوم ومحشي هذا الليمون الصغير، هذا كتر الليمون كتروا الليمون كتروا الليمون، الحب كله هون، والناس قاعده بتطلب وبتطلب ليمون. انا قاعد بغش من الناس اللي بتيجي هون ولسه بتيجي عليك اماكن، هاي الناس الخبره. معلش انا متحمس شوي زياده عن اللزوم، بس عن جد من زمان يا اخي اكل الواحد اكله وهو صغير بعد هيك بطلت كويسه، الواحد يرجع ياكلها مره ثانيه بهذا المستوى. واو واو واو، اللي بعده مش هنخلص اليوم احنا. ايه لا دايم الا وجه الله، ايش اللي قاعد بصير فيه اليوم؟ انا حوقع بعد شوي يا اخواننا. المهم اجى وقت الحلويات، لكن في الحلويات ما راح ناكل حلويات سعوديه او حلا زي ما بسموها في السعوديه. الحلا راح اصلا الحلا السعودي هذا بده حفله لحاله، بده حلقه لحاله. معلش كثر الاكل واحد مخه بضرب. فبدنا ناكل شيء ثاني ونكمل في فكره اللي هو الاكل المش سعودي لكن بايادي سعوديه. فبدنا نشرب شاي كرك، هذا اهم شغله في الموضوع، وبدنا نحلي وافل في كرك اند وافل. يعني انا باكل في مدينه بصير احبها، انا قاعد باكل في جده وبعدين قاعد بشرب كرك، فانا صراحه كثير كثير هيك كثير علي الحين. هذا الشغله هي مسببه ادمان الحين للشباب هنا في جده، اللي هي الميني وافل. يا اخي العين بتاكل قبل التن. انا هنا عندي ميني وافلز، اللي هي الوافل الصغيره عليها بيستاشيو بيست. مش بس بيستاشيو بيست، فيها كمان قطع بيستاشيو، فالواحد مش خاسر الكرانشينس، هاي القرشه اللي بتطلع في البيستاشيو مش خاسرها. انا ليش قاعد باكل في ايدي وحاطين لي شوك سكاكين بس؟ خلص انا هيك بعد برفع الرايات البيضاء وبعلن استسلامي، خلصت خلص بكفي، فرصه اروح انام. خلصت حلقه جده بعد كل الضرب اللي ضربناه اليوم. شوفكم في حلقه، لحظه خلصت حلقه جده مين؟ انا مخي ضارب من كتر الاكل والقضاء. ضل اهم شغله الواحد ممكن ياكلها في جده كلياتها شو هي؟ يعني معقول نعمل حلقة عن الأكل في السعودية في جدة تحديدا وما نجرب هذا المكان؟ يعني لا لا لا، الحلقة بتطلع ايرور، باجي احطها على يوتيوب ما بقول لي ايرور، فالحلقة فيها مشكلة فيها خطأ. يعني البيك هذا يا اخواننا، البيك هذا العشق، هذا الحب، هذا الكل في الكل، هذا النمر اونو. هذا يلا يلا على البيك يلا. اخيرا وبعد طول انتظار هنا البيك، هنا السعادة، هنا الحب. خليني احكي لكم على كم من شغلة بس هيك عشان نكون فاهمين على بعض. انا مش راح اجرب البيك، انا ما اكل البيك كثير قبل هيك. انا هون عشان استعيد ذكريات من الحب والعاطفه مع هذا المكان. اول قاعده عشان تعيش تجربه البيك صح، هو انك لازم وانت بتاكل بيك تكون مقتنع من جوا من جواك من قراره نفسك انه هذا هو ازكى اكل في العالم. لازم تكون مقتنع اذا ما كنتش مقتنع زي هيك يا اخي ما تاكل، ما تجربه، ما تحاولش تقنع حالك. هاي القناعه لازم تكون موجوده من قبل ما تاكل. ثاني شغله خلينا نكون برضو متفقين وواضحين وصريحين فيها، البيك فيه شيء بسبب الادمان، في في في